السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نتكلم على مصطلح من مصطلحات نقدر نقول الغش في البيم أو الأشياء اللي مش كويسة في البيم، ألا هو هوليود بيم. يعني إيه هوليود بيم؟ يعني الإبهار زيادة عن اللزوم. يعني هو الراجل بيعمل لك شو قوي جدا فبيصرف نظرك عن الشغل نفسه، تمام؟ يعني يوريك حاجة معمول لها رندر عالي جدا بس لما تعمل سيلكت ما بتلاقيش الانفورميشن، يعمل حاجة مثلا 4D، تمام؟ هو مش رابطها بالجدول الزمني، هو مجرد بس ايه، واخد العنصر تمام ومديله ان هو يظهر في يوم ويختفي في يوم، ومش مهم عنده هل اليوم ده مظبوط ولا لا، هل المدة دي كافية للمشروع ولا لا، هل الكلام ده هو اللي موجود في الجدول الزمني او برنامج الجدول الزمني زي البرمكيرة ولا لا، مش مهم بالنسبة له. المهم بالنسبة له ان هو يعمل شو كويس والناس تنبهر والناس تسقف وما تخش في تفصيل. دي من ضمن الحاجات اللي بتعمل سمعة وحشة أو بتخلي البيم يسقط، لأن الراجل مش مهتم بإن هو يعمل شغل كويس، مش مهتم إن هو يحط انفورميشن، مهتم إن هو يبهر العميل. ممكن يكون في أخطاء كتير جدا بس هو بيداريها بحاجة معمول لها رندر كويس، بإن هو يوريك مشهد إنارة بالليل، بيوريك حاجة يلف حوالين المبنى، بينما لو عملت زوم على أي لقطة هتلاقيها مش مظبوطة. فنخلي بالنا البيم مش حاجة 3D وخلاص، مش ماكس، مش اليوم اللي احترمنا كل البرامج، بس هو الملعب بتاعه اللي هو الانفورميشن، إدارة المشروع، إدارة معلومات المشروع، إدارة بيانات المشروع. فنخلي بالنا ما ننبهرش بالشكل، وندور على الجوهر وندور على استفادتنا ايه من الموديل ده.